متواصلين لا شيء غير كورونا حتى هذه اللحظة. كل حاجة لها علاقة بكورونا، سواء أنشطة منزلية، سواء متابعات، سواء هم عام، المسألة محصورة في كورونا وما حولها. خلينا نسأل عن المراحل اللي بتمر بها الدول، مراحل الفزع إن صح التعبير. دكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر. أهلا بحضرتك دكتور علاء عبر سكايب. أهلا وسهلا زمان. دكتور علاء، طول الوقت إحنا عمالين نسأل هو إحنا في أنهي مرحلة وإيه المرحلة المرعبة، إذا كانت إيطاليا 4 فإحنا رقم كام، ونعرف إزاي إحنا رقم كام، وإيه التدابير اللي بتستتبع ذلك. أهلا وسهلا بحضراتكم طبعا جميعا المشاهدين. إحنا الكورونا كمرض مرعب، التسارع بتاعه بيقلق بشكل كبير جدا الناس على مستوى الكرة الأرضية كلها. كمنظمة صحة عالمية احنا مقسمين الدول لأربع مراحل. المرحلة الأولى اللي هي بعض الدول اللي حتى الآن ما فيهاش إصابات. المرحلة الثانية اللي زي إيه؟ مين الدول اللي ما فيهاش إصابات؟ لا، هي دول صغيرة خالص، ويعني يعني دلوقتي احنا عندنا 200 دولة، فهي عبارة عن جزر ودول صغيرة جدا. بالنسبة للمرحلة الثانية بعض دول فيها إصابات قليلة، والمرحلة الثالثة اللي هي دول فيها إصابات وافدة وإصابات قليلة، وعملت ما يطلق عليه مجموعة من الإصابات داخل الدولة بس معلومة المصدر، بمعنى ودي مرحلة مصر مهم نركز فيها شوية. بمعنى الكورونا مرض مستجد، فأي دولة عالم بره الصين جالها الفيروس كفيروس مستورد من الصين، تمام؟ فلما دخل الدولة، كمثال لمصر، دخل الدولة من شخص أو اثنين أو ثلاثة معلومين الإصابة، ودول أصابوا لست قائمة المخالطين بيهم. مخالطين بيهم تم تتبعهم أصابوا ناس تانية، فهي عبارة عن سلسلة من الإصابات داخل الدولة، بس حتى الآن لم يحدث ما يطلق عليه الانتشار المجتمعي زي ما حضرتك بتتكلمي في النموذج الإيطالي، ودي المرحلة الرابعة. الانتشار المجتمعي ده لو إحنا قاعدين في مجتمع العمارة بتاعتي مثلا أو حضرتك أو في أي حد من المشاهدين، فإحنا لو في إصابة جديدة ما نعرفش نربطها باصابه قديمه، فهو خد الاصابه في مكان ما، معنى كده ان الاصابه موجوده في افراد كثيره من المجتمع، والفيروس منتشر انتشار كبير جدا، وده الخوف. دي المرحله رقم 4. يعني حضرتك بتقول اللي بيفرق مرحله 3 من 4، مصر في المرحله رقم 3، بتقول بيفرق ان انت تقدر تتتبع الفيروس جه منين. لو انت تقدر تتتبعه وتعرف هو ده عشان سلم على واحد كان راجع من السفر او كان مخالط لواحد عيان، طول ما انت بتقدر تعمل التتبع ده فانت ما زلت في المرحله 3. اللقطه الخطر هو ان انت يجي لك واحد يقول لك لا انا على فكره لا قابلت واحد جاي من السفر ولا كنت مخالط لواحد ثبت اصابته، يعني مش عارف جاري منين. مظبوط، لما ما بقاش عارفين جاي منين فهو منتشر في معظم افراد المجتمع، فده المرحله اللي تقلق، ان احنا مش هنعرف، يعني تكلفه احتوائه هتبقى اعلى كتير. يعني المساله ملهاش علاقه بارقام الاصابات او ارقام الوفيات، ما هياش معادله. لا، يعني مثلا كمثال دوله فيها 1000 اصابه، ال1000 اصابه ده رقم كبير جدا، وعرضه انهم يعدوا ارقام ثانيه، بس رقم كبير صح. الرقم دوت ال1000 شخص دول احنا متابعين الشجره بتاعه اصابتهم من اول شخص ما يطلع على الاندكس كيس او الحاله الافتتاحيه بتاعه ال1000 اصابه دول. ودوله تانية فيها 50 اصابه، بس من ال50 اصابه في 40 اصابه احنا مش عارفين جالهم منين. فال50 اصابه بكره هيبقوا 300 اصابه، بعده هيبقى 4000 اصابه. انا بس حضرتك السؤال ده يا دكتور علاء لانه الكل يتذكر ولا ينسى ابدا تصريح وزيره الصحه لما اتكلمت على الرقم 1000، وقالت احنا مش عايزين الرقم نوصل للرقم 1000 لانه الوضع بعديه هيبقى سيء للغايه، فاحنا العداد عمال يعد الحالات وحاطين ايدنا على قلبنا عشان الرقم 1000. حضرتك بتقول انه المساله ملهاش علاقه بالرقم قد ما لها علاقه بتتبع حالات الاصابه. بس الرقم برضه ليه عامل، يعني الاصل في الموضوع مصدر الاصابه يكون معلوم بالنسبه لنا.
بس كل ما الارقام بتزيد كل ما فرصه احتواء المرض بتبقى اصعب، وكمان المشكله المغالطين الارقام الزياده بيبقوا اكتر، هاي فاهم قصدي؟ ففي انهاك كبير لجميع الموارد. طيب المسألة لا تحتاج إلى انتظار تصريح محدد من 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 جهات الدولة الرسمية إنه لا قدر الله لو زادت الأعداد بتوترها القائم، فبالتأكيد هيتم تجهيز أماكن أخرى بخلاف المستشفيات لاستقبال الحالات، أماكن من الممكن أن يتم تعافي الناس فيها أو تقديم الصحة الخدمة الصحية لهم زي المدارس مثلا، لأنه ده حصل في دول تانية. إيه 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 المرحلة دي؟ كلمنا أكتر عن المرحلة دي يا دكتور علي. فرضيا احنا مش بنتكلم على انها خبر واقع، احنا بنتكلم في الدول الاخرى بتبقى عامله استراتيجيتها ازاي. طيب هو الحاجات دي بتخوف شويه الناس. حقيقه كل مرحله ليها سيناريو غير الثاني. حتى الان لو تابعنا المشهد المصري بالتحديد، احنا ابتدينا اول حاله في 14 فبراير، اول شخص علم اصابته بفيروس الكورونا المستجد كان في 14 فبراير. قبل 14 فبراير كان في مستشفى متجهزه، مستشفى النجيله في مرسى مطروح. بعد كده جهزنا مستشفى كمان، مستشفى اسر في محافظه الاقصر. بعد كده وصلنا 4 مستشفيات، بعد كده وصلنا 6 مستشفيات، بعد كده وصلنا 8 مستشفيات. فكره تجهيز المستشفيات ديت ان انت يبقى عندك قدره وامكانيات طبيه لاستيعاب الحالات. ففكره ان احنا فجاه مش هنلاقي مستشفيات او فجاه مش هنلاقي اماكن لايواء الاشخاص ديت زي النموذج الايطالي، في دول كتيره دخلت في النفق المظلم دوت ومحتاجه يعني تركيز قوى المجتمع الدولي والدوله بحد ذاتها لانتشال الدول ديت من النفق اللي هي فيه اعداد كتيره جدا يوميا بتطلع، اعداد وفيات كتيره جدا يوميا بتطلع. بالنسبة لأماكن إيواء زي خيم أو مدارس أو مدن جامعية أو whatever أي مكان، إن شاء الله النموذج المصري ما يوصلش لي إن إحنا نحتاج أماكن كتيرة قوي زي ما الناس متخوفة للإيواء. ما نحتاجش إمتى؟ لما نكسر سلسلة العدوى. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا أحتاج أماكن إيواء لما ألاقي عندي أعداد مصابين كتار. إحنا بنتكلم دلوقتي في تقريبا 3 فترات حرانه، تمام، حوالي 6 اسابيع وشويه من اول اصابه، فاحنا بنتكلم تقريبا فتره حرانه من يومين ل 14 يوم، فبنتكلم في اسبوعين. في خلال 3 فترات حضانه للفيروس داخل جمهوريه مصر العربيه، احنا بنتكلم في حوالي 700 وشويه حاله. لو احنا التزمنا شويه بالاجراءات اللي موجوده حاليا من تباعد مجتمعي بين الاشخاص والالتزام بالنظافة الشخصية ونظافة البيئة اللي احنا موجودين فيها، والتزمنا بالقرارات اللي طلعت من الدولة بتقليل ساعات العمل، تقليل القوى العاملة في المصانع الحكومية، والتلي ووركينج، العمل من المنزل، كل حزمة الإجراءات الوقائية اللي حصلت ديت التزمنا بيها، إن شاء الله مش هنحتاج نفكر في دكتور هنعمل ايه وحالات زي دي. مفهوم يعني اللي بنقوله ده مش نوع من الترويع، انما ده زي اي كارثه، زي اي حرب، زي اي وقت طوارئ، دايما بيبقى فيه بلان اي وبي وسي، خطه الف وخطه ب وخطط بديله. انا كنت بتكلم في الخطط البديله، ولازم نتكلم في ده لانه ده حصل مش بس في ايطاليا، حصل في اسبانيا، حصل في امريكا، المستشفيات الميدانيه او اخلاء بعض الفنادق واستقبال الناس فيها او المدارس، ده حصل ان شاء الله ما يحصلش عندنا، بس الخطه لازم تبقى عندنا، وانا عارفه ان هي موجوده طبعا. طيب دكتور علاء، سؤالي الاخير لحضرتك، ايه تفسيركم في منظمه الصحه العالميه لارتداد بعض حالات فيروس كورونا لبعض الذين شفوا منه قبلا في الصين؟ يعني احنا كنا اللي كان اتصدر اعلاميا انه الكورونا انتهت من الصين، بح خلاص، الناس رجعت اشغالها، فتحت المدن والشوارع، الاطقم الطبيه عادت الى اماكنها، انما الايام الاخيره رصدت عوده لحالات مش قليله بعوده الاصابه بكورونا. الصين هي بوره المرض. لغايه النهارده احنا ما اكتشفناش الحيوان اللي نقل المرض منه الى الانسان، فحتى طالما ما اكتشفناش سبب العدوى الرئيسي هيبقى في فرصه قليله ان احنا نحتويه 100% بالذات في مكان بوره المرض.
بره الصين الانتقال بيتم من انسان لانسان اخر. لكن يعني تخيلي بص الاعداد، ان اول 100,000 حاله اتصابوا في 67 يوم، ثاني 100,000 حاله في 11 يوم بس، ثالث 100,000 حاله في 4 ايام، 400,000 حاله في يومين. التسارع كبير جدا، التسارع بيتم من انسان لانسان. فالصين دولة عملت إجراءات قوية جدا لاحتواء المرض، بس ما زالت دولة ذات تعداد سكاني كبير، فرصة إن الناس تحتفل وتفرح إن الفيروس انتهى منها ويبقى في رجوع للعادات الاجتماعية القديمة ممكن ينقل المرض، بالإضافة إن المصدر الأساسي للعدوى حتى الآن لسه مش معروف، ممكن برضه يعمل عدوى جديدة. إذن المسألة ما زالت غير واضحة بشكل كبير، ضبابية بسبب مسلك الفيروس، في مفاجآت كثيرة ومستجدات كثيرة بتحدث يوميا. دكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، شكرا جزيلا لمتابعتك معنا ومع المنظمة، وأعرف أنه وقت صعب جدا على منظمة الصحة العالمية يمكن لم يسبق لها مثيل، شكرا جزيلا لحضرتك. I've cut it off.